هون الزيت الاول نسيت الزيت نسيت الزيت الاول حرمه جدا وانا زياده كثير زياده من القصه ونقول لك هذا الجديد راح تاكل فيه الاول اللي يحرم هنا هذا الذكرى ب 6 جيجل بعد إجراء تحليل هادف وموضوع للوضع السياسي منذ الانفتاح الديمقراطي في 1989 وبعد دورة استمرت أكثر من 20 عام من الممارسة السياسية مع بعض النجاحات وتم من الاتفاقات تأسس جيل جديد 11 مارس 2011 بقيم جديدة تميزه عن بقية الساحة السياسية. صحيح أنه في وقت إنشاء جيل جديد عملت جهات عديدة على منع الجزائريين من تنظيم أنفسهم في كيانات ذات سيادة بدافع خفي وهو إبقاء سيطرتهم على مجتمع في حالة هيجان. ولأننا نعيش في مجتمع يتزايد فيه فقدان القيم بشكل صارخ وقد استمرت هذه الجهات في القيام بمناورات وخداع نفسية سيكولوجيك متواصلة لجعل الجماهير والشعب يعتقد أنه أن النضال من أجل قضية داخل حزب سياسي أو نقابة أو جمعية عديمة الفائدة باستثناء المشاركة في تكوين قادة سياسيين لا يفكرون إلا في ممارسة الأعمال التجارية والثراء على ظهور الشعب. لقد استخدمت السنوات العشرين الماضية على سبيل المثال كحجج لإبعاد الناس عن السياسة والنظام. بكل إخلاص وواقعية أظهر جيل جديد خلال كل هذه السنوات الماضية أن رغبته الحقيقية تكمن في بناء حديث وديمقراطي لتنظيم شامل للطاقات الوطنية للطاقات المواطنين المبعثرة في كل مكان لسبب عدم وجود وعاء سياسي أو نقابي أو جمعوي ذو مصداقية من خلال القيام بحملات تستهدف شرائح محددة للغاية من المواطنين والعمل على مراكز اهتماماتهم. لهذا جعل جيل جديد عملية التكوين وسيلة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية. بكل إخلاص وواقعية طوال هذه السنوات سعى جيل جديد بلا كلل إلى البحث عن مجالات التقارب مع الجهات الفاعلة في المجتمع القادرة على العمل بنشاط لإطلاق ديناميكية اجتماعية وسياسية لإرساء الديمقراطية، كما قام بحملة لتعزيز ومساعدة حشد الشباب لبناء دولة القانون والجزائر الديمقراطية التي نحن بها جميعا، لأن الشاب الجزائري اليوم لديه ضمير سياسي ويعرف كيف يحدث الفرق عندما يطلب منه ذلك للمشاركة في الحياة السياسية بالبلاد، لأنه بكل بساطة استعاد الثقة حتى في مبادرات المواطن الصالح. وقد تعززت هذه القناعة العميقة تتبع وجهات النظر السياسية العضوية الجديدة للحزب الاستراتيجي أورغان كوبوليتيك بما يتماشى مع تحديات الحاضر والمستقبل بهدف جعل جيل جديد حاضرا هيكليا على الساحة لجلب مشروعه الاجتماعي الطموح وبرنامجه السياسي إلى قطاعات كبيرة من الشعب، وبالتالي يكون قادرا على تجسيد معارضة بناءة مفيدة وذات مصداقية دون التنازل أو تهاون ضد السلطة، تماما كما تهدف من خلال تغلغل جذورها في الميدان إلى أن تصبح إن شاء الله حزبا حكوميا. بكل إخلاص وواقعية
يمكن لجيل جديد أن يتباهى بأنه بذلك الحزب الوحيد على الأقل رسميا وعلانيا الذي يكون قد قدم مشروعا اجتماعيا لجزائر حديثة، مشروع معلن عنه منذ أن تم تبنيه، وهذا ما يجعل جيل جديد يمارس السياسة بشكل مختلف وسيواصل مسيرته بكل مصداقية بكل إخلاص وواقعية. جيل جديد لم يتفاخر أبدا بالتحدث نيابة عن الشعب، لكنه لن يصمت في وجه كل المحاولات لزعزعة التماسك الاجتماعي للبلاد، وسيعارض سياسيا وسلميا كل أعداء استقرار البلاد المتربصين في الضد، وسيعارضهم في كل مرة عن طريق اتباع منهج العقل ضد متتبعي منهج القوة. سيواصل جيل جديد رفع صوته عاليا وبوضوح والمبادرة في ضد هذه الحالة الكارثية، والتي تتميز بغياب فعلي للمبادرة السياسية وحالة الاستسلام للوضع الراهن. بكل إخلاص وواقعية، اتخذ جيل جديد خيارا مفيدا لمواجهة الاستقالة السياسية والمأزق والانسداد. من المسلم به أن الابتكار والاختراع والبناء والجرأة على زعزعة الوضع القائم والقول يزعج كثيرا كل هؤلاء المتطرفين والفوضويين من اليمين واليسار، لكن مناضلي ومناضلات جيل جديد يعتقدون أنه من الملح أن نحلم بجديد وأن نقترح بعيدا وأن نفكر بشكل عال وأن تطلق اليوتوبيا والحماس، مقتنعين بأن الجديد لا يمكن أن يأتي إلا من القوى المتنافسة والمبتكرة للجيل الجديد. بعد 12 عام من الوجود والإخلاص والواقعية والثبات والصمود، يمكن لجيل جديد أن يدعي أنه يصمم مع الجزائريين ومن أجلهم مستوى جديدا من العمل السياسي والديمقراطية، ديمقراطية مثيرة للمستقبل وقادرة على مواجهة المشاكل المطروحة في الوطن بهدوء. جيل جديد سيدافع عن مشروعه الاجتماعي بقيمه وقناعاته، وسيستخدم علم التربية مع احترام الاختلاف للإقناع بفاعلية برنامجه السياسي لبناء دولة القانون في جزائر حداثية ومزدهرة. الجزائر بحاجة إلى نخب ذات رؤية. الجزائر بحاجة إلى مشروع مجتمع. الجزائر بحاجة إلى رؤية استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة. يجب على الجزائر أن تعمل وتنتج الأفضل. لم تعد الجزائر قادرة على العيش قصريا على البيع والأكاذيب. يجب أن تتسلح البلاد بالمعرفة والعلم والذكاء والتقنيات الجديدة والموهبة والمهارة والصرامة والواقعية. ويجب أن يكون لدى الجزائر هذا الطموح لتكون هذه القوة الناشئة الجديدة، وأقصد فورس إيمرجونت دوجوردي، وكل إمكانيات يديها تولز صح سمع. لكل هذه الأسباب يجب أن يكون للعقل الأولوية على العاطفة والشرف. في الأخير وبكل إخلاص وواقعية، جيل جديد يلتزم هنا والآن أمام الجزائريين والجزائريات، وبكل إخلاص وواقعية أمام كل الشعب الجزائري، بأن يتجسد عمليا مستقبل أفضل وجديد حقا استجابة لهذه التطلعات المشروعة في الحرية وسيادة القانون وبناء دولة ديمقراطية عظيمة. الأمل مسموع به مع جيل جديد. تلميذ نون أسير ميلاد جيل جديد وعليكم صح. Thank you.